الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود خلال فترة الإفطار طقس صافي نوعا ما، أو تفرق بعض الغيوم العالية في العاصمة عمان، وتسجل درجات الحرارة 31 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة 24%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. انتقل الآن توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم: إربد 37 إلى 25، المفرق 36 إلى 24، الجرش 35 إلى 27، وعجلون 34 إلى 25. المنطقة الوسطى البحر الميت طقس حار بشكل لافت 43 إلى 31، العاصمة عمان 35 إلى 25، الزرقاء 36 إلى 25، البلقاء 37 إلى 30، وما أدب 37 إلى 26. المنطقة الجنوبية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في الطفيلة، وتسجل الطفيلة 34 إلى 25، الشوبك 31 إلى 23، معان 32 إلى 22، الكرك تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 26، والعقبة طقس غائم جزئي 39 إلى 28. المنطقة الشرقية رويشة 36 إلى 21، الصفاوي 37 إلى 22، والأزرق 38 إلى 25. إلى اللقاء.